ازيك يا ست حكمه؟ ازيك يا طه؟ امال ستياب فين؟ مش هني؟ مش هني ازاي؟ وازاي يسيبك في الظرف ده؟ اهو كل يوم بيطلع لوش الصبح، ده غير الهباب اللي بيشرب. ورجع للهلس تاني؟ بتقول ايه؟ يعني ما بقولش حاجه، بس هو برضك معذور، ما هو انتوا اللي حصل لكم ده مش شويه. الله يرحمك يا منصور يا صغير. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. بصي بقى يا ست حكمت، يعني عايزك تاخدي بالك من سيد ياب اليومين دول. خد بالي كيف يعني؟ يعني انا عايزك تبقي جنبه، اصل هو تعبان قوي ولازم تبقي جنبه كده وهو تعبان، بدل ما واحده تانيه تلوف عليه. قصدك ايه يا طاهر؟ انا ما قصديش حاجه، انا قلت اللي عندي وعملت اللي عليا. يلا فوتك بعافيه، انا عارف هلاقيك فين. شوفي مين فيه على الباب. ياه، هو انت؟ هو انت لسه عايشه؟ انا بتاع المفتاح. انت جيتي هنا ازاي؟ ده المفتاح ده مش بتاع هنا، ولا هو بيفتح على كله؟ يا سلام، ازيك يا سيدي؟ وحشتني. طاهر، ايه اللي جابك هنا ودلوك؟ انا رحت سالت عليك في الفيلا، قالوا لي ان انت مش موجود، قلت اكيد هلاقيك هنا، بس يعني شكلي جيت في وقت مش مناسب. يلا اسيبك. طاهر تعال افتح دي وصب لنفسك كاسه وتنساش المزه. مزه؟ طب طالما فيها مزه شغل لنا المزه، ادينا شويه مزيكة. ايوه المزيكة اشتغلت. يعني طريها الناس لبعضيها، اديها شويه خليها تفك كده. اديها. ايوه طاهر. طاهر شو يا طاهر؟ كاسك حاسس انني عزول. يلا هسيبك انا بقى مع المزه. يلا بالاذن. خدي بالك منه. ها حاضر. باي باي. اللي يشرب لوحده يا زوجتي. خدي دي اشربيها كلي. وانا كمان توحشتك قوي. يا سلام، انا لو كنت وحشتك كنت سالت عليا، لكن انت من ساعه ما اتجوزت وانت ولا معبرني. من هنا ورايح هنبقوا مع بعضي على طول. اديني حبه. تعالي تعالي. دياب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده يا ست حكمت؟ ده المكتب نور. هي كلمه وعاوزاك تجاوبني عليها بصراحه يا طاهر. خير يا ست الناس؟ فيه ايه؟ انت ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ اني مش فاهم انت تقصد ايه. لا انت فاهم كويس، وانا خلاص عرفت كل حاجة وسمعت خيانة دياب بوداني. على عيني والله يا ست حكمت، على عيني. بس أعمل إيه؟ أنا غلبت مع دياب
ويصعب علي اشوفك مخدوعه ودياب بيخونك كل يوم مع واحده شكل. انت متاكد ان دياب بيخوني؟ متاكد؟ هو انت لسه شاكه بعد اللي انت سمعتيه بودانك؟ كان نفسي لما اسالك تقول لي ان دياب بريء. يا ريت كان ينفع، يا ريت كان ينفع يا ست الناس، بس الحقيقه غير كده. يا ريتك ما قلت لي، يا ريتك ما قلت لي. يعني قلت لك بعد ما فاض بيي. يعني يامي يامي قلت لدياب عيب يا دياب، ما يصحش يا دياب، اللي انت بتعمله ده مش صح يا دياب، وهو مش عايز يسمع كلام ابدا، وانا يصعب علي. على الارض لما اطير فوقيها خليني زي ما انا بدل ما اقع على جدور رقبتي. انت طيري معايا وانا ارجعك الارض تاني. يا سلام. قلت لك ده كيف ملوك، والغلابه اللي زيكي لازم يجربوها. وافرض خدت عليه. تعالي خلاص. انت دافع حاجه من جيبك؟ مش هكسف ايدك، اهطر لي مره من نفسي. انزلي. مستني حد؟ تلاقي الزفت واحدة. افتحي. جاي ليه يا دياب؟ جاي تطلب مني السماح؟ تعرف انا قلبي كان حاسس، لكن قلت الشيطان بيوزني. مين الشيطان اللي وزك يا حكمة؟ جاي عشان اكذب؟
طب روح اول خطارك من اللي قتلوا ناسك. اقول لك مين الكلب ودي الكلب اللي قال لك انا بعمل ايه؟ طاهر روح روح اكتب يا سبع. اسمحي يا حكمة انا ما كنتش ما كنتش ايه يا دياب؟ ما كنتش ايه؟ ما كفكش ولدنا اللي مات؟ بدل ما تستهدى وتعجل راح تفجر؟ طب راعي ربنا في ولدك اللي لسه في بطنك. غلط غلط يا حكمة، ما كنتش في وعي. ترى عقلي مني اول ما ولدي راح. انت عقلك طايح من زمان. طلقني. مش هطلقك يا حكمة. اكده ماشي. انت تموت ولا النمارة تاخدك مني، والحكومة هي اللي هتطلقني لما تعرف انك لساك حي. للأسف جنين مات في بطنها. كثير يا رب، كثير يا رب، كثير كثير والله كثير يا رب. سلامة يا طاهر بيه. الله يسلمك يا هادي وهدان. ايه سيدياب، ازيك يا سيدي الناس؟ تعرف ليه يا طاهر؟ الناس بتربي كلاب. ليه الناس بتربي كلاب؟ الناس بتربي كلاب عشان يحرسوهم، وعشان لو فيه حرامي دخل الكلاب دي تهوهو عليه. مش بس كده، الكلاب بتكون مخلصة قوي لصاحبها. بس في بني آدمين أحط وأنجس من الكلاب، مهما ربيتهم يبقوا مسحورين ولازم ينهشوا بلحم صاحبهم. أيوة بس ده يبقى كلب ابن 60 كلب ويستاهل الذبح، وعلى رأي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل. وليه انت لعبت لك معايا يا طاهر؟ أني؟ أيوه انت. أني يا سيدي الناس ألعب بديلي معاك انت؟ ده أني لو عندي ديل أقطعه علشان خاطرك. اخرس وسيب الكبير يكمل كلامه يا بو. انت اللي تخرس خالص وما تفتحش بقك. أني وسيدياب بنتكلم، انت تخرس. طاهر ده الموبايل بتاعي. يعني ده هو موبايل؟ ايوه ده انا قلت مش على ايه، دورت عليه في كل حته وما كنتش عارف هو فين. انا كنت عارف هو فين. اللي انت بتعمله ده يا سيدياب؟ هو انا عملت حاجه؟ والنعمه الشريفه انا ما عملتش اي حاجه. بس خلي حكمة تسلط عليه. عاوز تخرب بيني وبين مرتي. هي الفضل في الدنيا طاهر، واللي خلق الخلق لبعتك على الاخر يا خالد.